بنتابع مع ضيفنا عارف سعادي أمين صندوق نقابة المطاعم والمقاهي والباتيسري في لبنان. أهلا وسهلا فيك. أهلين حاج، يعطيك العافية. يعني بدي أقول من خلال كل اللي عم بيصير أنه النقابة ببيانة قالت نتفهم الواقع الصعب اللي عم بيعيشه الجهاز الطبي، نحن متضامنين معه، ولكن هو الخط الدفاع الأول، ولكن في قطاع يعاني اللي هو أنتو طلبتوا بالأقفال 15 يوم على شرط أنه الشهر الجاي ما تسكروا. هيدي البعض انتقد قال انه شو منه منو، يعني هالشهر ما في كورونا، الشهر الجاي قد يكون في كورونا. استاذ عارف، يعني بسعه صدرك وصراحتك ومناقبيتك اللي شو اللي عم بيصير لحتى انتم طلبتوا التشدد بالاقفال 15 يوم لحتى نشتغل الشهر الجاي؟ اول شيء نتشكرك حاج على وانا بدي اشكر وجودك معنا الخاص بالاستوديو، وثاني شيء بنقول لك نحن انه للرأي العام نحن بنحب نقول كنقابه انه نحن عم ندفع فاتوره، نحن عم ندفع فاتوره حاليا، فاتوره العجز الحكومي بالوضع بلبنان. يعني نحن عم ندفع اليوم كل الفاتوره بسبب العجز الحكومي اللي ما قادر تحل مشكله المستشفيات والحكمة. من الاول نحن اطلقنا صيخه عاليه جدا وقلنا فيها انه نحن اليوم القطاع واقع بمشاكل كثير كبيره، مطلوب شويه تدعموه، قلنا كذا سنه عم نعاني، طلعت عندك كذا حلقه صح وحكينا فيها بموضوع المشاكل اللي موجوده بالقطاع السياحي. هلا اليوم سمعت شويه من الضيوف اللي كانوا عندك اليوم، البلد كلها مشاكل بالقطاع الطبي، بالقطاع الاستشفائي اللي موجود، بنوك الاقتصاد، مشاكلكم باي مرتبه؟ نحن مشاكلنا انه ما مشاكلنا هي متراكمه، يعني لها كذا سنه بس كبيره، وهلا صارت زادت علينا انه اليوم الـ 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 الخلافات السياسيه والمزاحمات السياسيه عم توصلنا لمرحله عم نغرق فيها زياده. يعني اليوم انا شو بدي اطلب؟ بدي اطلب من مين يساعدنا؟ اليوم وصل البلد من بعد هالسنه هي للافلاس. اليوم ما تيجي تطلب انت من وزير الماليه ولا تطلب من وزير السياحه ولا الصحه ولا شيء يعطوك حدا مساعدات ولا شيء، كون عم تحكي كلام، يعني عم كبها بالهواء. اليوم ما في عندهم امكانيات ونحن بعدنا عم نعاني وبعدنا عم نتعذب وبعدنا عم نتعب. اول ناس اطلقوا الصاخه وسكانوا وطلبنا تسكير القطاع السياحي كلياته لوقت محدد نحن اطلقنا، ونحن بلشنا اخذنا مبادره وسكرنا مطاعمنا كلياتها قبل ما الدولة تطالب، إذا كنت مذكر. نعم. وسكرنا نحن القطاع لحتى نقدر ننظم القطاع والدولة تقدر تاخذ وقتها. حلو. لحتى تحل الوضع، هيدي من زمان من 8 شهور. نعم. واللي صار إنه بوقتها فلتت، يعني صارت القصة تطبيق القانون مانو موجود. لو طبق يومتها على الأرض، طبق القانون صحيحا، يعني نزلوا على الشارع، وقفوا العالم اللي عم بيخالفوا، طلع الدعاية المطاعم والمقاهي والملاهي والعالم عم تسهى والعالم فوق بعضهم وعم تشرب. طب هذا الحق على مين؟ نحن كنقابة ساعدنا ونحن كنقابة طلبنا انزلوا طبقوا القانون، انزلوا منعوا العالم اللي عم تخالف. مش معقولة نعم. 1 أو 2% أو 3 أو 5% نعم. بتخالف يتحمل مسؤوليتها القطاع كله. اللي خالفوا موجودين وحطوا صورهم، في ناس كانوا يحطوا فيديو يتفاخروا بحفلاتهم الخاصة. طب انت هالفيديو موجود على الإعلام، حاسب. إذا اليوم أنت ببيتك بتجيب حجر بتحطه على البطون بدك تلاقيه بطب عليك البلدية بتقول لك أنت وين رايح بعد 5 دقائق، صحيح؟ صحيح. اليوم لما عم تصير هالحفلات وعم تصير هالمشاكل، وين القوى الأمنية اللي تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم العالم تحكي فيها ما حدا بيحاسبهم؟ هذا وصلنا للمرحلة هيدي اللي نحن فيها حاليا. نعم. وهلا عم ندفع الفاتورة كلنا سوا. طب عم نطالب نحن، انتبه، أنت قلت لي عن شهر، ليش هلا؟ ليش هلا؟ مش الشهر الجاي. وضح لي إياها بليز. اول شيء ما بقى في مستشفيات عم تقول انه ما بقى في عندها امكانيه تستقبل مرضى. نعم. صحيح. يعني نحن اليوم المفروض ناخذ المبادره سريعه جدا، يعني هلا حاليا مباشره يوقفوا يسكروا القطاع ويتركوا مجال للمستشفيات والاطباء ترتاح وتاخذ نفس لتفوت على شهر ديسمبر اللي هو شهر الشغل، وتجهز حالها لحتى نرجع نقلع من جديد. نعم. شهر 12 هو شهر بيعوضنا عاده عن مش بس السياحه، كل السنة بيجينا بحدود 25 إلى 30% من مدخول القطاع الاقتصادي السياحي بيجي بشهر ديسمبر بموسم الأعياد. نحن ما حنقول انه كان حيكون الموسم عظيم، بس بنقول انه في عالم كتير منتظر هالموسم هيدا لتشتغل. نعم. إذا نحن حاليا بنسكر أسبوعين أو 20 يوم بنرتاح بنريح بنخفف الضغط على المستشفيات. نعم. المستشفيات اللي موجودة بلبنان في عندك مثل ما أنا بعرف انه في أي سي يو بحدود 1500 تخت اي سي يو، صحيح؟ صحيح. بيناتهم حاليا اللي موجودين اللي عم يستعملوهم للكورونا هن بحدود 300
هلا في عندك في اضافات هلا اكيد. لا لا عم نحكي اي سي الموجودين ليه هلا رح يصير في اضافات هلا يعني وعد يعني سليمان هارون من شوي كان معنا وزير الصحه كان انه رح يكون في اضافات هلا خلال هالكم يوم. ليش هالكم يوم؟ ما نحن قلنا موجودين بالموضوع سنه، انه اليوم عم نحكي حاليا اليوم بدنا نحل المشكله. اليوم في 1500 موجود منهم 300 وسبب واضح جدا، في مستشفيات ما عم تاخذ اتعابها، ما عم تاخذ حقوقها من الدوله، مشان هيك ما عم تحول التخوت اللي موجوده صحيح. عندها لاي سي يو ولا عم تستقبل مرضى الكورونا، هيدي هي السبب الاساسي، ما بدنا نتغطى مثل عم تقول انا صحيح مزبوط. انا عم بحكي صحيح، 1500 تخت مستعملين منهم 300، نحن ما عندنا مشاكل بتخوت، نحن عندنا مشكله انه مستحقات المستشفيات ما عم ياخذون، مش مستعدين يستقبلوا عالم اذا ما بيقبضوا حقها كاش. طب اليوم ماذا لو بعد ال 15 يوم تبين انه نحن بحاجه ل 15 يوم ثانيين؟ هيدي مصيبه. هيدي حتكون مصيبه، نحن بنفضل ننزل الاصابات اللي موجوده بالكورونا ونفضي شويه من الاي سي يوز اللي موجوده ونستعمل الوقت حاليا لحتى نوقف، لانه اليوم نحن مش ما بكفي انك اليوم تريح مريض، انت كمان يوم بدك تطعمي انسان. المريض موجود يمكن حالته تتعب، يمكن يطلع من الاي سي يو، يمكن يتوفى مثلا ولا شيء، بس كمان اليوم الموظفين اللي موجودين عندنا بالقطاع كمان ممكن يعانوا مشاكل كبيره اذا كان ما اكلوا وشربوا. يعني مش بس المريض، عندك المريض وعندك الموظف، صح. بدك توازن بين الاثنين. طب اليوم يعني هذا القطاع اللي عم نحكي عنه القطاع السياحي بهذه المرحله قديش في منه عاطل نهائيا او تعطل او اقفل او متاثر او متعثر، شو بدك تسميها؟ حقول لك شغله واحده، بالقطاع السياحي مطاعم، مقاهي، ملاهي، باتيسيري، في 160 الف موظف مسجلين بالضمان الاجتماعي، 50 الف فوقهم بيشتغلوا معنا بارت تايم اللي هن تلاميذ جامعات. نعم. اليوم ال 160 الف بعد في منهم 60 الف، صار في 100 الف خارج العمل. 100 الف، 100 الف صاروا خارج العمل. 100 الف موظف؟ 100 الف، يعني 100 الف عائله. 100 الف فرصة عمل يعني. نعم، فهيدا اليوم انت عم تحكي اليوم اذا بدنا نقضي على القطاع نهائيا بنسكر كمان بشهر ديسمبر. طب استثمارات هذا القطاع يعني الكل بيعرف قديش هي مكلفه لحتى يكون لبنان رائد وصوره مثليه يستقطب كان يعني اهم القطاعات، يعني حتى نقول عم نقدم عنا صوره القطاع السياحي، ولكن استثماراتكم شو حالها في ظل 100,000 فرصه عمل صاروا قاعدين بالبيوت؟ يعني هذه المؤسسات المؤهله المجهزه شو واقع استثماراتها؟ انت بتعرف انه من مده حكيت انه يمكن هون بجولاي او بجون او بجولاي يمكن كنت عندك هون وحكينا انه نحن طلبنا من الدوله مش مساعدات ماليه، تسهيلات. ما بدنا مساعدات. ايه ما طلبنا مساعدات، نحن عارفين انه الدوله ما عندها امكانيه تساعدنا. طلبنا تسهيلات اللي هي وطلبنا حافز الدولار السياحي مثل ما عطوا للفنادق يعطوا للمطاعم للسبلايز اللي بيشتروا بضاعه. وطلبنا انه هالتسهيلات تكون موجوده بالبنوك حتى نقدر نكمل شغلنا. هلا لا اخذنا لا من هون ولا من هون وبعدنا عم نعاني عم نرجع لو مش عم نقدم لقدام ولا فشخه، معناتها نحن القطاع تبعنا وصل على نهايته، وانت بتعرف انه اليوم القطاع السياحي بلبنان هو شغله اساسيه جدا بشغل كل القطاعات اللي موجوده الاقتصاديه. نعم. طب اليوم وزاره السياحه في لها دور، تنكون كثير منطقيين، وزاره العمل كمان مفترض نكون في لها دور، ما عم بيكونوا حتكون داعمين لهذا القطاع؟ يعني هلا خاصة بهالمشاكل هيدي وزير السياحة ووزير الداخلية كثير عم يتعاونوا معنا وعم بيساعدونا وعم بينفذونا اللي عم نطلبه بالوقت الحاضر بامكانياتهم. العمل وكمان العمل، يعني العمل اليوم عندهم مشاكل، بتعرف انت يعني عندهم مشاكل كثير كبيرة بهالظروف، يعني إذا نحن من عندنا في 100,000 موظف طلعوا بدون وظائفهم غير القطاعات الثانية، فإني أنجأ بيخلصوا بمشاكلهم اللي موجودة عندهم، وزيرة العمل بتشتغل وإجت لعندك لهون وسمعت حديثها. بنتمنى نحن انه يكون في ظروف افضل من هيدي لحتى نحكي بلبننه القطاع السياحي كله، بيجي وقت بعد بنحكي فيها انه نحن حابين الشباب اللبنانيه مش بس نعلمهم ليسافروا، نعلمهم ليبقوا بلبنان ويحلوا محل الاجانب اللي موجوده. يعني انا بدي قلبك يعني صدقني انا بقلبي كبير بقول انه يعني انسان مثلك بموقعك يلي كرمته اليابان مؤخرا يعني من اقل من سنه وانطلاقا من كل هذه المعطيات اللي انا وياك هلا عم نحكي فيها لصالح هذا القطاع، يعني بتاسف وقت اللي بقول انه انتم مثلكم مثل غيركم عم بتعانوا على حد سواء من نفس المشاكل، نفس المصاعب، نفس المعاناه، نفس الملفات المتراكمه، وهذا مفترض ان تكون الدوله حتكون كحافز دعم لكم لحتى تشجعكم وتكونوا انتم سفراء لنا بالخارج ومثال لعطاء الانسان اللبناني مش بس ببلده ولكن بكل العالم.
انا بشكرك حج، وبتمنى على السياسيين يعيدوا التفكير بوضع لبنان. نحن وصلنا بلبنان على الوضع على الاخر، فخلافاتنا اللي موجوده بلبنان السياسيه هي عم تاثر علينا وهي عم تضعفنا كلنا سوا. نتمنى انه ينطوا يطلعوا معنا شويه خلافاتهم الداخليه ويحاولوا يوجدوا حل للبنان، سياسي اقتصادي تجاري سياحي استشفائي، قبل ما نخسره كله، لانه قريب نخسره. انا بدي اشكرك عارف سعادي امين صندوق نقابه المطاعم والمقاهي والباتيسري في لبنان، والملاهي كمان. والملاهي نسيت الملاهي كمان.